في الأوروب ما تستغربش تلقى سروال جين في زارا عاملين فيه 80% تخفيض، ولا تلقى قطعة تسوى 1.99 أورو قريب يعطيها لك بليش. هذا يتحقروا جي تشوفوا تقا قد يسوم 80 أورو. شوف الساكوش صغير محلي هنشوفوا قد يش هذا 40 أورو اللطف. ديما في موسم التخفيضات برشا الناس تقول اللي التخفيضات في تونس أو بعض البلدان العربية غير حقيقية، واللي التخفيضات في أوروبا أحسن والدبش أرخص. ولذا خرجت عمل دورة في موسم التخفيضات في إيطاليا باش نوريكم الأسوام، وهكا نعملوا مقارنة مع بعضنا باش نوريكم الأسوام والحاجات اللي لقيتها في زارا، بيرشكا، بولاند بير، لوفيس، وفوت لوكر للأحذية الرياضية، وزادة باتا. حصيلوا إن شاء الله الفرق ما يطلعش كبير وتصير لكم صدمة. ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع ونبدأ بالأحذية الرياضية إسبيدريات. الحاجة الباهية لنا حتى كي تاخو حاجة غالية تكون متهني اللي هي ما هيش مغشوشة، يعني تلقى كل شيء أوريجينال ما غير ما تخمم. وغالبا الحاجات الموجودة البرة مش تلقاهم حاجات جديدة ما فيهمش تخفيضات. حتى الحاجات المطلوبة برشا ما تلقاش عاملين فيهم تخفيضات، كيما سبيدري هذا سومه تقريب 190 أورو. كما تشوفوا 190 أورو هذا مطلوب برشا لنا. هذا مثلا مش عاملين فيه تخفيض سومو 170 أورو، هذا 119 أورو بالتخفيض، هذا 100 أورو بالتخفيض، تقريب 20-30 أورو نسبة التخفيض لهنا. هذا سومو بالتخفيض 130 أورو، كان 159، يعني 30 أورو تخفيض. هذوما مطلوبين برشا، يعني حاجة مزيانة، يظل لي حاجة جديدة هذوما. هذا 119 أورو، 20% تخفيض كان 150 أورو. هذا ما فيهوش تخفيض سومو 120 أورو. هاك الفاصل باش نحيوها 100.99 مش نزيدها، 180 أورو كما تشوفوا، هذا 130 أورو، هذا لونه مزيان عجبني 120 أورو. هذوكم فيهمش تخفيض، هذا زاد فيهوش تخفيض، نشوفوا سومو قديش 170 أورو، هذا أغلى شوية. نجيو لذوما، هذوما تقريبا 180 أورو بالتخفيض. تصور أنت 180 أورو، السوم الأصلي متاعو 219، تقريبا 50 أورو تخفيض. 50 أورو باهين، 50 أورو تخفيض في حاجة كيما هكاكا باهين. نجيو للكونفيرس لهنا، هذا ب 80 أورو، هذوما خارجين زادة على الآخر لهنا، كان 129، تقريبا 50 أورو. هذا قداش؟ هذا مش منقصين فيه، هذا 85 أورو. المغروم بالكونفيرس، هذوما عندهم هم عليهم، الناس مغرومة بهم. هذا 94 أورو، هذا تحقرو تجي تشوفو تلقاه قداش سومو 80 أورو. هاو كلاسيك على الآخر، حاجة كلاسيك. نجيو لأنواع هذوما، هذوما خارجين زادة، هاك تشوفو 120 أورو. هذا كعبة جوردن محليها، هذوما يظل متاع بنية، هبطنا 130 أورو. هذا زادة محليها، شوف اللون متاعو مزيان، فماش منو برشا، 130 أورو. هذوما شلاكة صباط، منعرفش شكون يلبس فيهم. قدر سومو هاك 80 أورو، 90 أورو هذاك سومو، والله 90 أورو. هذا سومو 110 أورو، كان 150 أورو. 40 أورو هذا سومو 90، كان 125. هذا أديداس 50 أورو، هذا كعبة تيمبرلاند، نشوفو قديش سومو سيدي. كما تشوفو 150 أورو، ماهوش سولدي. هذا أديداس 70 أورو، هذوما زادنا ميزانين صيفي. هذا أديداس كلاسيك أبيض 70 أورو، 70 أورو كيف كيف 70 أورو. هذا في البلو 70 أورو، هذا كعبة محليها، شوفوا لونه قديها سبيسيال، 75 أورو. هذا أغلى منه 5 أورو، أما مزيان برشا الحقيقة. نتعداو الباتا، ولهنا بالحق ولقيت لافريات في صبابط، تقريبا الحانوت كامل سولدي، والنوعية مغير ما نحكيه، يعني نوعية ممتازة جدا. وصبابط الرجال ونساء انواع الكل كيما تشوفوا لهنا، هذه الزون متاع صبابط متاع الرجال، كيما تشوفوا صبابط الكل سولدي، يعني ثم ساعات تقاهم دوبل سولدي. كيما هذايا 50% قلبتو نقاه 60% ملي كان 100 أورو ولا 40 أورو. لهنا الزون متاع صبابط متاع نساء انواع الكل موجودة. نشوفوا مع بعضنا الاسوام، هذايا تقريب 30% ملي كان 140 أورو ولا 98 أورو. هذا 50% 80 أورو، كان 160 أورو. نكملوا نشوفوا اللي من بعده، هذا تقريب 50% ولا 65 أورو، كان 130. هذا كبير شوية، نشوفوا قد يسوى. هذا كان 200 ولا 140، حتى سومو كبير. هذا قديش؟ 30% 59 أورو، وهذا 50% 42 أورو. تو نتعدوا للدبش ونمشيوا لزرا. في زرا تقريبا 90% من الدبش اللي موجود ما فيهوش تخفيضات، يعني كل شيء أسوام عادية كما تشوفوا، لكن تقع عندهم ديما بلاصة حاطين فيه الدبش اللي فيه تخفيضات،
تنوري هيكم بعد شوية البلاصة هذية فيها برشا حاجات مزيانة. تشوفوا الأسواق لهنا مع بعضنا 40 أورو 70 أورو. الروبة ذي بقديش مثلا ترى نشوفوا 60 أورو، يعني في الاخر زرا غالي شوية، يعني ما هوش كالرخيص رخيص. ما نعرفش تستحق الروبة ذي 60 أورو ولا. شوفوا ذي بقديش 80 أورو. الكبوت 100 أورو، الكبوت 100 أورو. 30 أورو مريول عادي. مريول هذا بقديش 20 أورو. مريول آخر ب30 أورو. شوفوا اللبسة هذه محلاها اللون متاعها، الحقيقة جلبت الانتباه متاعي. هاك الشوميز 40 أورو، هذه نشوف لكم قديش سومة. هاك شوفوا محلاها اللون، لهنايا مقيش السوم، أما مش خلاها في قلبي بالطبيعة، نتعدل وراها ونشوف لكم قديش السوم بالضبط. 80 أورو، هاك 80 أورو، الشوميز ب30. شوف السكوشة صغير محليها، نشوفوا قديش هذا 40 أورو اللطف. هي تبديلة كاملة مع بعضها، هذه الجيب نشوف لكم السوم طبيعة، مش نمشي ونخليكم بليش، حتى انا ما نخليهاش في قلبي. قديش هذا الجيب متاعو 30 أورو. هي معناتها لبسة كاملة تقريبا تتكلف 200-250 أورو. اللون الاخضر هذا زادة محليه، نفس السوم متاع اللبسة الاخرى ومعها الازرق. هذه كوليكسيون جديدة برامون السنة مهبطينا للوين الفاتحة. 40 أورو سروال، هذا سروال معها مش جيب، وديما تبشر رجال اقل برشا من تبشر نساء. كيما نشوفوا لهنا ب50 أورو. المريول نشوفوا قديش 23 أورو. ولهنا الزون بتاع التخفيضات اللي قلت لكم عليها تلقاهم راول السراول الكبابط كل مخفض. كما تشوفوا 15 أورو المريول. هذا سروال زارا اللي كان اكثر من 50 أورو ولا 9 أورو. لهنا حاطين كل شيء جينات، كل شيء 9.95، 10 أورو جينات انواع واشكال، وانت تختار. شوف انت وزارك معناتها تلقى التايم تاعك ولا ما تقاش. لهنا الكبابط ب 39.95، لهنا الكبابط ب 50 أورو. هذوما الأغلبية تقام 50% سولدي، يعني من اللي كان 100 أورو ولا 50 أورو. وتو نتعدى بيكم البولاند بير. البولاند بير الدبش متاعو كله سبور، يعني المغروم بحاجات كلها سبور يمشي البولاند بير. نوريكم الساعة الأسوام العادية، الكابيش ب 32، الجاكيت ب 50، المريول ب 35. الكابيوش هذه بقديش ب 32، هذه ب 60، الصباط ب 50، الجين ب 30، الجين ناخر نوع اخر ب 19، الصباط الغريب العجيب هذا نشوفه بقديش سومه 65، مريول بقديش متاع بنات هذا 35، الجين متاع البنات بقديش ب 30. وهذه زون متاع التخفيضات متاع دبش البنات، كيما تشوفوا لهنا الاسويه ب 3 أورو، هذه بقديش ب 1 أورو. 80% تخفيض و 40% تخفيض، هذه 80% تخفيض. صباط ب 12 أورو، صباط آخر متاع ولاد 25 أورو. هذه الزون متاع تخفيض متاع الولاد، جين ب 12 أورو. كيما تشوفوا الزون كامل متاع الولاد متاع تخفيضات، فيها جاكيت مراول كل شيء. الجاكيت هذه بقديش نشوف سومها ب 12 أورو، 56%. الكابيوش هذه ب 12 أورو، حاجة مزيانة. حصيله المغروم بالنوع هذا متاع دبش في وقت التخفيضات من بولاند بير تلقى ما تختار. توا نتعدى بكم البرشكا، واللي صراحة قام عاملين مكان أكبر للتخفيضات مقارنة بزراء وبولاند بير. كما تشوفوا الزونة ذي كلها حاجات سولدي، يعني دبش صيف وشتاء. كما تشوفوا لهنا القطعة معناتها تبدأ من 4 أورو 3.99. لهنا نشوفوا قديش التخفيض 20% 8 أورو. هذه نشوفوها قديش تتكلف. هذه كل دبش صيف البلاصه هذه بتاع بنات زاده، هذه 4 أورو تتكلف 33%، هذيك 75%، هذه زاده 75% تخفيض. هذه نشوفها بقديش 70%، 3 أورو تتكلف. هذه دبش متاع شتاء المريول نشوفه بقديش 60%، 8 أورو. الصبابط كيف كيف 60% تخفيض، ممكن 50 أورو ولا 19، هذا ممكن 35 ولا 12. شوفوا الشورت هذايا محليها بقديش 88.91%، 4 أورو. هذايا من 35 هبط ل4 أورو، ما حبي ياخذوا حدك علاش ما نديت وريتهولكم شعشاعي. معناتها ساعات حاجات اللي ما يحبش تاخذها الناس وهكا علاش تلقى معناتها سولدي برشا. هذايا في الفيولي زاده كيف كيف هكا 88.91%. هذايا دبش كل متاع شتاء حصيله 60%،
احسن واحد عجبني من حيث التخفيضات مقارنه في الدبشه برشكا خير الحقيقه من زراء وبولان بير، فيه برشا حاجات متنوعه وسوان باهي. نتعدى بكم لاخر بوتيك وختامها مسك مع لوفيس. الحقيقه لوفيس ما يستعرفش برشا بالتخفيضات، كان في ايامات معينين في عيد الحب عمل 30% تخفيض على شويه قطايع مش الكل. نعملوا دوره ونشوفوا الاسواق مع بعضنا. الكابيشه هذه مثلا 75 يورو، الجاليه هذه تقريبا 140 يورو سوما، المراولة 29 يورو. الحقيقة الأسواق لهنا ما تفرقش برشا على بوتيك الأخرين زراء وبرشكا وبولان بير، لكن لهنا الكاليتي الحقيقة تفرق. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم وشفتوا حاجة جديدة. كانت تحبوني نصور في ماركة معينة ولا في بوتيك معين اكتبوا لي في كومنتريات.